يعني برضو. وهنا بقى هاخدك لمنطقة كده، منطقة الإعلام المخفي أو الإعلام الخفي أو كتائب السوشيال ميديا اللي بتحرض على نوع من أنواع إيه، تمرد اللاعبين على الأندية، تمرد اللاعب على الأندية. يعني اللاعب عندما يرى إن السوشيال ميديا بتقول إيه، ده اللاعب هياخد 20 مليون جنيه من النادي الفلاني، لما يجي إدارة النادي تجدد معاه ومعروض وارى هذا المبلغ حتى لو لم يعرض عليه، دماغه بيحصل له ايه؟ صحيح، دماغ، فده نوع من التحريض.